جميل جدا. طيب هل هنالك سن محدد أستاذ نبدأ فيه في تربية وغرس العقيدة عند الطفل؟ نعم، يعني سؤالي ماذا جميل. قبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع؟ نعم، التربية طبعا تبدأ، التربية تبدأ يعني إن صح التعبير أن يقال قبل الزواج. ونحن دائما سواء في الدروس أو في المحاضرات ننصح الأخوة والأخوات المقبلين على الزواج أن يبدأوا في الحقيقة بتربية أنفسهم، على الأقل أن يأخذ الشخص هذا على عاتقه الاطلاع، القراءة، يعني يقرأ كتابا في التربية أو في الأشياء قبل الزواج. ثم بعد الزواج وقبل الإنجاب يعني تبدأ تربية الطفل، بل والأم عندما تكون حاملا فإنها تربي نفسها أو تربي ابنها بالقرآن الكريم. بالقرآن الكريم يعني من الأهمية أن تكون الأم يعني تسمع ابنها أو جنينها القرآن الكريم وهو في بطنها. كم من القصص التي نسمعها بأن كثيرا من الأمهات اللواتي حفظ أولادهن القرآن، كنا يعني منها من تقول أنني ما كنت يعني أترك الوضوء إطلاقا، كنت دائما عندما أحدث أتوضأ. ومنهن من تقول بأنني دائما يعني أسمع ابني أو الجنين دائما يسمع صوت القرآن الكريم منذ يعني الحمل في بداية الأشهر الأولى وهكذا. فهذه حقيقة تربية بالقرآن، تربية بالقرآن منذ قبل أن يصل الطفل إلى هذه الحياة. بعد أن يصل الطفل إلى هذه الحياة يرى في عين أبويه سمات الصلاح ويرى فيهم السلوك.